بسم الله الرحمن الرحيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأما تسحرون. الآية الكريمة في معرض التقرير جاي تقرر، ومعنى تقرير يعني تريد تلفت نظر الناس إلى أن هذا الكون بيد قوة مدبرة متمكنة من أصول الأشياء، لأن الملكوت هو يعبرون عن صيغة مبالغة في الملك، فلان إلى ملكوت يعني مبالغة، يعني أكثر المالكين تمكنا مما يملك. خلي أوضح لك شوية، كأنه هي الملكية شنو؟ الملكية هي إضافة اعتبارية، هاي الإضافة الاعتبارية احنا نعبر عنها تمكين من الانتفاع. يعني أنا لما أقول هذا البيت ملكي أو هذا الدكان ملكي، يعني مضاف إلي، محسوب علي، أنا أنتفع به، أتصرف به. وإلا ملكية حقيقية ما عندنا، لأن الملكية الحقيقية ما توخر عن صاحبها، بينما إحنا بالدنيا ما نقدر نقول أن هذا اللي نملكه يظل عندنا للتالي. ومو بس هذا، يعني واحد حتى قبل ما يموت تروح ملكيته تنتقل إلى غيره، إذا صار بمرض الموت أصبحت ملكيته مزلزلة، هو يموت ورأساً تنوخذ أشياء أغراضه كلها تروح توزع. إذن ماكو واحد عنده ملكية ثابتة، ملكيتنا هي عبارة عن إضافة اعتبارية، وإذا الله عز وجل يمكننا من أن ننتفع بها ننتفع، وإذا ما يمكننا ما ننتفع. شلون يعني إذا ما يمكننا ما ننتفع؟ يعني أكو تمكين خارجي وتمكين ذاتي. تمكين الخارجي مثلا أنا عندي حديقة، عندي مثلا مزرعة، ولكن هذه المزرعة لا سمح الله مقرم ما أقدر أمشي ليها، أو أعمى ما أشوف النبات اللي بيها شنو فائدتي بيها، أو مريض بالمعدة ما أقدر أكل منها وشوف فائدتي بيها، ما عندي بيها فائدة. لازم الله عز وجل يعطيني عين ويعطيني رجل ويعطيني معدة قابلة للهضم، يلا أقدر أنتفع بيها. إذا ما يمكنني من المنفعة ما أقدر أنتفع، كلها بيدة. هاي التمكين الذاتي الخارجي العفو. وأكو لا والله تمكين ذاتي. تمكين ذاتي شنو؟ تمكين ذاتي واحد عنده نعمة لكنه ما عنده بخل، يخاف يأكل منها، يخاف يصرف حتى لا يخلصه. هاي الشوي لا، مريض نفسيا، هذا حمال يشيل الغيره ويعطيه اياه، هذا مصيب. فالحقيقة أن إذا الله ما يمكننا من الانتفاع ذاتيا وخارجيا ما ننتفع بالأشياء أبدا. إذن الملكية الواقعية المن هي لله، لأن الله عز وجل أولا في غنى عما يملك، مو محتاج إليه، إحنا محتاجين إليه، الله مو محتاج إليه. ناحية ثانية أن ملكية الله لا تزول بحال من الأحوال، الملك لله الواحد القهار بصورة مطلقة. فلما يعبر ملكوت يعني إشارة إلى أرقى أنواع الملكية، الملكية الحقيقية، أن الذي عند الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء. زين، هسه هذا رأي، والرأي الثاني لا، ملكوت كل شيء يعني خزائن كل شيء. شلون يعني خزائن كل شيء؟ يعني مثل واحد أضرب لك، إيش كثر أكو الآن بشر على سطح الكرة الأرضية؟ يقولون مثلاً 5 مليارات. أفرض الـ5 مليارات كلهم دول يتنفسون يستهلكون كمية من الأكسجين،
هل الأكسجين الملفوفة به الأرض، الهواء بدون أكسجين ما يمكن، ما ننتفع يعني، نختنق إذا ما أكو أكسجين. زين، هذه الكمية اللي دا يستهلكوها هالخمس مليارات ما تأثر على نسبته بالهواء؟ دائما يأخذون نسبة الهواء يحللوها 21% تقريبا. طيب ليش ما تنقص؟ واجي تحرق يوميا، كل إنسان يحرق له كمية، ليش ما ينقص؟ لأن إلها مدد، إلها مدد. من اللي يمد؟ يمدها الله، الله تبارك وتعالى بيده أصول الأشياء. وهكذا الشمس يعطيها قدرة على أن تمدنا بالشعاع، الكواكب يعطيها قدرة على التأثير بالمجموعة التي ننتمي إليها، البحار يعطيها قدرة على التبخير مثلا الأجواء، تصعد لنا كمية من المياه وبقدر حاجتنا، والباقي يرجع تأخذ دورة. وهكذا وهكذا أصول الأشياء بيد الله عز وجل. الباري يريد يقررنا بنعمته، يقول قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني اللي عند ملك كل شيء من هو غير الله؟ ما اعتقد اكو واحد يقدر يدعي يقول انا بيدي ملكوت الشيء ابدا. يقولوا له انت ساعة الساعة ينتزع منك هذا الملك، خليك تعرف حجمك. وانت شايف شلون يعرف حجمك؟ يعني هذا باللحظات الأخيرة ما تمر عليه هالخواطر هاي، تتسلسل كلها أمام عينيه. بيوتي، أموالي، أولادي، علاقاتي بالحياة، كلها راح أطلع منها، كلها راح أخرج منها عاري، ليس بشيء يطلع، والحسرة تملأه. اجتمعت عليهم، يقول الإمام علي عليه إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى روائعه، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. سكرة الموت هالشدة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته في هاللحظات اللي تمر على الإنسان. شايف شلون يعني؟ شايف هذا المتغطرس بديت الساعة ينشد، يريد بس واحد يساعده، ما يقدر أبدا. اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. حسرة الفوت يعني كل شيء راح يفوت، راح يؤخذ من عندي أبدا. يعني الآن شوف هنا، هل كثر إنسان مثلا صلب وصلف شيء بسيط من حقوق الله عز وجل ما يطلعه؟ شيء بسيط. حقوق الله شنو سادي؟ الله ويأكله، الله عز وجل. للمجتمع، للفقراء، للضعفاء، الرحمة، الأقارب، الشيء البسيط أصلا ما يفكر يوم من الأيام أن هاي النعمة أنا راح أفارقها شئت أم أبيت، هاي ترجع لمالكها الحقيقي. طيب الله عز وجل رسم لي منهج شوية على الأقل أستحي من الله، يعني مو نهائيا، خلي على الأقل أعطي بشيء أقدر أقول له يا ربي أنا ترطيت الكثير وقصرت شوية أجبر تقصيري. أبدا ماكو من هذا الشيء. فعلى أي حال القرآن يريد يذكرنا، يقول ترى هذه أيديكم لا تخلوها تغلب على سلوككم وتفكيركم، لأنه راح ينتزع منها الملك ويبقى الملكوت كله بيد الله. نبهوا إلى هالنقطة. هذه يقول القرآن الكريم يريد لفت أنظار الناس إلى أن هذه اليد التي ملكت الثروة ليكون تحرف سلوكك وتبعدك عما أمر الله عز وجل به. قل من بيده ملكوت كل شيء. طيب انتقلت الآية، قالت وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. شنو معنى وهو يجير؟ هذه شوية موضوع حديثنا هالليلة إن شاء الله. وهو يجير ولا يجار عليه. إحنا عندنا يجير بأي معنى؟ يعني الجوار، أو بالأحرى الإجارة. كيف نصورها؟ أكو عندنا نوع من الإجارة هي عبارة عن عقد اجتماعي عملي. كيف أقرب لك؟ مثل إيش يعني؟ يعني الآن أكو عندنا عقود نسميها إحنا، شو نسميها؟
نسميها هاي العقود معاطاتية. شنو معنى معاطاتية؟ يعني اللي ماشي عليها المجتمع. يعني أرجوك أنا الآن لما أركب لي بسيارة أعرف أن هاي السيارة أفرض من هالمنطقة إلى هالمنطقة أجرتها ربع دينار، أعطي ربع دينار زين، بدون أن يقول لي أعقد ويا عقد شرعي، ما في عقد شرعي. يعني أقول له مثلا أنا استأجرتك أفرض من هالمكان إلى هالمكان بربع دينار، ما كوش أركب أصدق طفل ربع دينار يأخذ هو. أوقف على واحد يبيع بالسوق مثلا، أنا أعرف سعر كيلو الطعام الفلاني بنص دينار، أعطي نص دينار وهو هم يعطيني الكمية المطلوبة وأخذ. هاي كلها بالسكتة، ماكو بيها عقد لفظي أبدا، عقود معاطاتية. هاي العقود المعاطاتية شو نسميها؟ نسميها عقد اجتماعي. عقد اجتماعي. اكو عندنا بعض العقود، بعض الإجارة، يعني واحد جار واحد يصير، واحد يستجير بواحد. بعض هالعقود هاي عقود معاطاتية، مثل هذا العقد اللي ضربت لك به مثل. يعني اجي انا اكو قطعة ارض خالية بصف هذا، اشتريها ابني بيها بيت صرت جارة، او اشتري لي بيت بصفة ينباع صرت جارة انا، بدون أن أقول له أنا جاورتك، بدون أن أقول له أنا جاورتك، ما يحتاج أن أقول له أنا جاورتك، نعم؟ لا، يعني رأساً أنا إذا صرت جارة ترتبت حقوقي تلقائياً طبيعياً، رأساً بمجرد أن أشتري هالبيت صرت جارة أصبحت إلي حقوق الجوار، حقوق الجوار أصبحت إلي بمجرد أن أجاورها. الشاع حقوق الجوار شنو؟ هواية أكو حقوق للجوار بها أحكام شرعية، أكو حقوق مثلا بالمسكن، إلي حق أنا أمنع عنا ضوء الشمس، إلي حق مثلا أمنع عنا الهواء، إلي حق أفتح لي عليه نافذة أو لا، زين بابي شلون ترتيبها أقدر أسوي بالشارع اللي بيني وبينه شيء، أو حقوق موجودة أحكام الجوار وحريم الدار، كل هالفقهاء ينصون عليها، هي مو موضوع حديثنا. بس اكو حقوق الجوار الأساسية، حقوق الجوار الأساسية هي اكو بعضها واجبة وبعضها مستحبة، يقتضيها الخلق وتقتضيها الكرامة، هذه مو هي موضع حديثنا. ياهو موضع حديثنا، موضع حديثنا الإجارة بالمعنى الثاني. شنو الإجارة اللي معناها الاستجارة؟ يعني واحد يطلب حماية واحد، أجي أنا أستجير بفلان أقول له أطلب حمايتك، أنا مطارد ملاحق وأريد حمايتك، أطلب حمايتك زين. هذا المعنى هو موضع حديثنا، موضع يجار ولا يجار، يجير ولا يجار عليه. خلينا نشوف شنو معنى هذا، خلينا نشوف اولا معنى الآية ونرجع الى هذا. اولا بعض المفسرين يقول وهو يجير ولا يجار عليه، المقصود يوم القيامة. يقول يوم القيامة في الواقع الله عز وجل قد يريد يعفو عن واحد، يجير من العذاب، يخلص من العقاب، يخلص من الملاحقة. وين؟ بالحقوق الخاصة، مو بالحقوق العامة. كأنه أكو عندنا الإنسان إلى نوعين من الحقوق، أكو حق خاص، يعني واحد يطلبني، لما واحد يطلبني لازم أسدد له الطلب. هنا الله عز وجل آلى على نفسه أن يحقق العدل. هنا المسألة ما بيها عفو، يرضى عنك غريمك الله يرضى عنك، ما يرضى عنك غريمك الله يعاقبك، ماكو شيء، روح يقول لك رضيه، هذا إلى حق عليك، وأنا رب العدل، لا بد من تحقيق العدل. هذه حقوق العباد، مداينات العباد، لا سبيل إلى التسامح بها. لكن أكو لا والله، قضايا تعود لله عز وجل. شلون يعني قضايا تعود لله؟ يعني مثلا أنا شوي قصرت بصومي،
قصرت بصلاتي. ممكن الله عز وجل، الله تبارك وتعالى ممكن برحمته يقول لي شوي عفوت عنك، يقول لي خففت عنك العقاب رحمة بك، ممكن هذا بإمكانية، لأنه هاي حقوق الله، وحقوق الله عز وجل جائز الباري عز وجل يتسامح بها. هذه يعني بعض المفسرين يحمل الآية على هالمعنى، يقول وهو يجير ولا يجار عليه، يعني ما أقدر أنا أجي أقول له لازم تعفو عن هذا، أو أريد من عندك تعفو عن هذا، إلا الأشخاص اللي الله عز وجل ينصبهم لذلك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نبه لي، أحيانا الله عز وجل يقول هذا أنا أجعل أهل للشفاعة فيشفع، الأنبياء مثلا الأولياء، عدا ذلك واحد يملي على الله، مو أكو بعض الناس يملي على الله يقول حق على الله أن يعفو عن هذا، لا مش حق على الله أن يعفو، أنت تعرف أن هذا يستحق العفو لو ما يستحق العفو. احنا ترى عندنا هيك حكي موجود، يعني احيانا قضية عامة يقعد واحد يا ربي انت ليش خطية هالشعب الفلاني، هل قد ضاغط عليه، هل قد مسلط عليه بلاء، هل قد كذا، هل قد كذا، شو مدريني انا، شو معرفني انا، انا لا يكون شوية اتعدى صلاحيتي، خل اعرف ان الله عز وجل هو ارحم بعباده، الله تبارك وتعالى ارحم، انا ما اجي اجيب له رحمة، هو رب الرحمة وهو اعلم، لا اجي اقترح. ولذلك كان ابو ذر رضوان الله عليه يقول له ما تشتهي، يقول لا اشتهي الا ما يشتهيه ربي، شو اللي اشتهي الي انا اشتهي، وانا ما اقدر ما اعرف مصلحتي شنو هي، فما من حقي املي على الله ان هذا يجب ان يصير او هذا ان يجيب، يعني اقف عند حجمي. هذا رأي. الرأي الثاني ان معنى يجير ولا يجار عليه يعني انه هو يقدر يجير وما حد يقدر يجور عليه فيمنع عن ان يجير، بعكس الانسان احيانا قد يجير لواحد لكن يجون ينتزعون منه هذا الواحد انتزاع، يجون ينتزعون انتزاع، وصارت عبر تاريخنا موجوده، واحد يجي الى واحد يجيره يستجير بيجيره، يجون جماعه ياخذون من عنده بالقوه ينتزعوه انتزاع، هذا موجود. لكن الباري عز وجل من يقدر ينازعه؟ ما حد يقدر ابدا. الباري لا يقوى احد على ان يجور عليه ليتخلى عن اجارته، الامور بيده، هو القادر هو القاهر فوق عباده. واذا كان قاهر فوق عباده من اللي يقوى على ان يملي عليه؟ هاي اثنين ثلاثة. لا اكو عندنا الاجارة بمعنى من حكم الله باجارته، شو تنبه لي، يعني من ناحية تشريعية، يعني اكو واحد شرعا يجار واكو واحد شرعا ما يجار، شلون؟ شوي خل اوضح لك الشيء. يعني تفرض قاتل اجا دخل وين؟ ببيت الله، طب الكعبة، قتل واجا استجار طب الى الكعبة. في مثل هالحالة الي حق انا مثلا كوالي او كحاكم اطلعه، ولو كان حاكم مسلم مستكمل الشروط الشرعية، الي حق هذا القاتل اجي لي اطلعه من الكعبة واقيم عليه الحد، اقيم عليه القصاص؟ طبعا لا، ما الي حق. ليش؟ ما طول بالكعبة. ليش؟ لان هذا مستجير. وين مستجير؟ ببيت الله. والله عز وجل خالق العقل والعقلاء، والعقلاء يعرفون ان هذا فعل محمود، اذا واحد استجار بواحد وحما فعل محمود، مو معناه ان نغفل اخذ الحق، لا الحق يؤخذ، لكن إجارة المستجير أمر عقلائي، والله سيد العقلاء، وهذا إجا استجار ببيت الله،
فالحكم الشرعي شنو؟ الحكم الشرعي يقول هذا خلوه الآن، هذا الآن خلوه بمكانه ما حد يطلعها. لكن شنو الطريقة؟ الطريقة أحبش عنا الطعام والماء، لا أخلي ماء يوصل إلى ولا طعام يوصل إلى. طبعا راح يضطر يطلع، إذا اضطر يطلع اللي طال ذاك الوقت برا تقدر تمشكه. هاي ترى الحالة كانت موجودة، أو بتعبير آخر أن هذا المعنى هو معنى حضاري قبل أن يكون معنى شرعي. لأن ألفت نظرك، أكو عندنا مدلج ابن سويد الطائي، هذا يعتبر من رؤساء العرب. مدلج ابن سويد الطائي هذا يعبرون عنه مجير الجراد. شنو القصة هي؟ القصة هذا الرجل يطلع بأيام الربيع يبني له خباء بالصحراء ويقعد بخباءه. فاليوم نزل الجراد بكميات، اجا وين صار داير مداير خيمته، داير مداير خباءه. هو رفع طرف الخباء، شاف اكو جماعة من العشيرة من طي يحملون اوانيهم يركضون حول الخباء. قال لهم ما الخبر؟ قالوا له الجراد هذا رجل من الجراد. العرب تسمي الكمية من الجراد رجل. رجل من الجراد هبط إلى جانبك، في إحنا نريد نصيده، نريد نأكل منه نصيده. قالهم ما طول تقولون أنه إلى جانب خبائي، معناه استجار بخبائي. هذا أخذ قوسه وكنانته ونثل كنانته بين قلهم اللي يصيد لجراده أصيده بسهم أقتله الآن، ما حد يدنى الآن إلى أن يطير الجراد عن جواري تقدرون تلحقوه تأخذوه بعد ذلك. وفعلا حماه إلى أن اشتدت الشمس. لما اشتدت الشمس صعد الحر، استطار الجراد عنده، قلهم الآن دونكم، الآن تقدرون أنتم تصطادوه، ما طول بجواري ما يدنو إليه أحد أبدا، ما زال في جواري. يعني افرض انا وانت لما نريد بعد الف سنة نقرأ هالحادثة نقول ذولا شنو عندهم مخ؟ شنو الحكي هذا؟ لا يا اخي، لا هي مسألة ذات علاقة بمبدأ، هي مو مسألة تتصور ان هذا سفه او تتصور ان هذا غرور او طيش او عادات بدائية، ابدا. مسألة ذات علاقة بمبدأ. المبدأ شنو هو؟ المبدأ حماية الجوار. كان يحمي جواره حتى ولو كان حيوان. انت تدري مو بس الحي، لا لا لا، حتى الميت. يعني كانت العرب تستجير بقبر الكريم، اذا واحد من الكرماء مات وقبره معروف يجون يستجيرون بقبره، وكانوا يجارون. معروف قبر حاتم ابن عبد الله الطائي، كانت تجي العرب تستجير به عند قات مقتول مثلا او قاتل هو مطلوب، يجي يشد ناقته على القبر ويظل مستجير بالقبر، ويجي ابن حاتم بن عبد الله يشوف هذا مستجير بقبر ابيه، ياخذ بيده ويقوم بحمالته، يدفع عن دية او يستعمل واسطة لتخليصه من القصاة من القات. هذا المعنى كان متركز في حضارتهم وبصورة عميقة. يعني كان هذا المعنى يعتبر في عمق تراثهم، كانوا هو يعتدون به تماما. إذن المسألة يجير ولا يجار عليه الله عز وجل في حالات معينة، يعني حكم بأن البعض يجار ولا يجار عليه، يعني ما اكو واحد الى حق يشرع يقول هاي الحالة تقتضي ان يجار وهاي الحالة ما تقتضي ان يجار. القرآن يقول لا، هذا مو من حقك. موضوع التشريع من حق الله عز وجل، لان انت ما تعرف المصلحة، ما تعرف الحالة المناسبة من الحالة غير المناسبة. زين، من بعد هالمقدمة خلي نرجع. قلت لك ان هذا المعنى متأصل في تراثنا، يعني أن واحد لما يستجير بواحد متعين عليه أن يجار، وكان يعير البيت أو الرئيس.
اللي إذا استجار بي واحد وما أجار يعير تماما. تتصور يعني كانوا عندهم مبالغة في هذا. العرب تقول في أمثالها: جار كجار أبي دؤاد. جار أبي دؤاد هذا كان حتى إذا مات جاره يعطي دية لأهله. هذول يعني عندهم نمط. ليش أقول لك أن أكو إيجابيات في حضارتهم ما موجودة في حضارات أخرى؟ أكو إيجابيات، أكو نوع من المكارم، مكارم الأخلاق إذا تبحث عنه بالحضارات الأخرى ما تلقى إلى نظير، لكن عندهم هذا موجود، كان موجود. زين، نرجع إلى هذا المعنى، يعني معنى الاستجارة، أن الله عز وجل في بعض القضايا نص على أن هذا يجار. نرجع إحنا إلى تاريخنا، نشوف هذا المعنى اللي أيده، لأنه الشريعة الإسلامية لما إجت ما نسخت كل أحكام الجاهلية، لما إجت مو كل أحكام الجاهلية نسختها، لا لا، أكو قضايا بالجاهلية أقرتها، يعني مثلا قطع يد السارق، قطع يد السارق كان قبل الإسلام، زين إجا الإسلام أقر لها الحكم. الدية مثلا، هل قد الدية يطون، هل قد 100 من الإبل مثلا، هذا كان قبل الإسلام، إجا الإسلام أقره. أكو قضايا من هالنوع أقرها الإسلام، لأن الإسلام لما شاف بعض القضايا تتماشى مع العقل الإنساني والشارع سيد العقلاء أقرها أبقاها. من جملتها هذه القضية، وهذه القضية لعبت في الدور يعني في الجاهلية وفي الإسلام، في تاريخ الإسلام وتاريخ الجاهلية لعبت دور. قبر الإمام أمير المؤمنين ما كان واضح، ما كان معروف، يعني أيام الأمويين كانوا خايفين يطلعون بشو، لأن الأمويين عندهم أبسط أعمالهم هذه، مو يعني طلعوا زيد ابن علي بن الحسين، طلعوه من بعد ما دفن، من بعد دفنه صلبوه 4 سنين منكوشا على رأسه حتى عشعشت الفاكهة في جوفه. زين، فهذا المعنى موجود عندهم، يعني نبشون واحد، ولذلك اجوا العباسيين قابلوهم بالمثل ايضا، يعني نبشوا قبورهم وجلدوهم بالسيار طلعوهم من قبورهم، واثنين هن عمليات غير صحيحة، يعني ما مقبولة بحال من الاحوال، هاي متلة، والمتلة حرام لا داعي لها، متلة وتقطيع اوصال وتشفي بعيد عن روح الاسلام. بس قبر الامام امير المؤمنين سلام الله كان مخفي، لان الامويين ما عندهم مانع ان يطلعوه ويعملون، يعني قد يكون ينثرون عظام نثر. وحقك لا تروح بعيد، ليش؟ الآن احنا نعيش بالقرن 20، والله أكو كتاب إذا مروا بعلي ابن أبي طالب تشعر أن هذا يتحول إلى نار جهنم، يريد يحرق. ما أعرف ليش يعني ويا علي ابن طالب ليش؟ يعني هذا الرجل، ما أتصور أن هذا الرجل عند ذرة من كيانة هي مو في خدمة الإسلام، ليش هالموقف منه؟ على العموم، فكان القبر مخفي، والعباسيين إجوا بعد أشد. العباسيين نعم أشد، إن أكو بعض الفقهاء كانت تعرض عليها مسألة يفتي بها برأي الإمام أمير المؤمنين، تدري ود وراه هارون الرشيد قال: اسمع، إحنا نهينا أن يفتى برأي علي بن أبي طالب، واصلك هذا النهي ولا؟ أول مرة ننبهك، مرة ثانية رأسك لا يبقى على بدنك. هنا فتصور ذولا لهالدرجة، فتوى ما يطيقون سماعها لعلي بن أبي طالب، هذا يطيق أن يكون قبر بارز لعلي بن أبي طالب؟ هذا يطيق أن يكون قبر؟ أرجوك يا أخي، يا أخي مو يقول أحد الأدباء: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، هذا لعمرك قبره مهدومة. نبهلي يعني، تأمل دولة بنو أبيه أولاد عمه وأخوته، إذا كان الأمويين يقول قتلوه دولة ما يطيقون يشوفون قبره ما خلوه. وإلى يومك هذا، يعني تتصور أنت الآن
يعني قد تسأل البعضهم تقول له القبر شنو ذنبه حتى تسلط عليه مدافع؟ رجوله هاي بطوله على القبر حتى والأولاد بي واحد، هذه رجولتنا احنا نصل الى الاموات. على اي حال يتصورون ذول البعض ان القبر اذا انهدم يعني انهدم الكيان. لا لا ابدا ابدا، ارجوك هاي الاحجار اذا تهاوت ما يتهاوى صرح المجد ابدا. على اي حال اعود، في القبر كان مخفي في ايام الامويين وايام العباسيين الى ايام الرشيد. طلع الرشيد شاف اكو لمة من الظباء، نظر الى لمة من الظباء تسرح، ارسل عليها الكلاب والصقور. كانت الصقور تلحقها، تجي هاي اللمة من الظباء توصل الى اكمة مرتفع، تلوذ بهذه الاكمة، ترجع عنها الصقور وترجع عنها الكلاب. ثلاث مرات استغرب الرشيد شنو هالظاهرة، استغرب. قالهم اكو واحد هنا نسأله؟ قالوا لا، اكو واحد اعرابي بعيد ضارب لخيمة هناك بطرف المنطقة. قالهم جيبوا لي. ارسلوا خلفه احضروه، قال له تعال شنو هاي الاكمة، هذا المرتفع شنو هو، عندك اطلاع عنه شيء؟ سكت. قال له ليش تسكت؟ قال له اتكلم ولي الامان. قال ايه تكلم ولك الامان انت مأمون. قال له هذا قبر علي بن ابي طالب. هذول اولاده يجون كل سنه هنا يزوروا، وهي اكو صخرات موضوعه على قبره لمعرفته وخافي عن الاعين لئلا يتعرض الى لون من النبش او يتعرض الى لون من التهديم، هذا قبره هنا. قال له هكذا؟ قال له نعم. قام الرشيد توضأ وصلى ركعتين وحط راسه على القبر، قال له يا ابن العم انا اعتذر اليك، وانا ترى موقفي من اولادك، لان اولادك يطلعون علي يقاتلوني يخرجون الى قتالي، اضطر انا ادفعهم عن نفسي. فعلى اي حال امر بان يبنى على القبر بناية صغيرة قبة، ووضع عليها جرة خضراء على رأس القبة. ومن ذاك اليوم ابتدأ الناس يصلون إلى القبر، يزورون القبر. إذن شو تلخص عندنا؟ تلخص عندنا أن الاستجارة الشارع يقرها، إذا واحد استجار حتى المشرك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك يقولون فقهاء المسلمين إذا بالحرب بأثناء الحرب ويجي واحد من المشركين يستجير بمسلم إلى حق يجيره ويدخله يخليه بمأمنة، يخليه بمأمنة إلا أن يكون جاسوس، نعم، أو أن يعرقل الجهاد، وحدة من اثنين الحالتين فقط، وإلا يشغله. إذا ما عنده لا جاسوس ولا يعرقل الجهاد ماكو مانع يأمنه، ماكو مانع. ولهذا ألفت نظرك لما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة، لما فتح مكة طبعا المشركين هربوا، من جملة من هرب منه عندنا فاختة بنت أبي طالب أخت الإمام علي عليه السلام، فاختة أخت الإمام علي أم هاني، كنيتها أم هاني. هذول زوجها منه؟ زوجها هبيرة ابن أبي وهب المخزومي، عدها اثنين يعني حماها الأول وحماها الثاني، حموات. هذول اجوا وين استجاروا عدها، طبوا ليها للبيت، قالوا لها أجيرينا احنا خايفين، قالت قد أجرتكما، خلتهم بالبيت. بالأثناء تقول أنا واقفة، دخل علي رجل مدجج بالسلاح، أنا ما أرى منه إلا حدقة عينه بس، ما أعرف عنه شيء. تأكد تقول تفرشت فيه طويلا أماط لتامه، وإذا به أخي علي بن أبي طالب، تقول اعتنقته قبلته
فقال لي انا اسمع عنديش بالبيت صوت. قلت له هذول هذا الحمو الاول والحمو الثاني احمائي دولة. تفت قال اتجيرين على رسول الله تجيرين المشركين؟ لما رآهما وضع يده على قائمة سيفه ودنا اليهما. يقول السيد ابن طاووس جعلوا يذرقون منه كما تذرق الحبارة. على العموم دنا اليهما. تقول فوضعت عليهما ثوب. قلت والله لا تصل اليهما قبلي، اول ما تقتلني انا يلا تقتلهما. لا بد من اجارتهما لاني قد اجرتهما. تقول خرج ولم يكد، يعني بالكلش يعني حياته ضايقته. طلع، لما طلع قلت والله اشكوه الى رسول الله. تقول اقبل، جيت الى خباء النبي بالبطحاء، لقيت خباء النبي خالي، وجدت فيه فاطمة، فاخبرتها قلت لها اين ابوك؟ قالت خرج. قلت لها هل رأيت ما صنع بي اخي؟ قالت وماذا صنع؟ قلت لها قالت تقول اجبتها قلت لها تفلت على جواري اراد قتلهما، عندي احمائي مستجيرين بي اراد يقتلهم. قال فكانت اشد علي من زوجها. قالت لماذا تجيرين المشركين على رسول الله؟ تقول بالاثناء دخل النبي، لما وقع بصره علي يقول شفت مجلل عليه غبار، ذا القى ما عليه من الثياب وقال كيف حالك يا فاخته؟ فقلت بخير يا رسول الله. هل رايت ما صنع بي اخي وابن والدي؟ قال وماذا صنع؟ قالت تفلت على جواري. قال ما كان له ذلك، قد اجرنا من اجرت يا ام هاني. احنا خلص، ما اني ان ذولا بجوارك واحنا ما نخفر جوار ابدا. تقول خرجت انا فرحه امنه، دخلت عليهما قلت لهم بعد هذا متروك لكم انتوا، انا اخذت لكم امان من النبي، جوار النبي اقر جواركما، تحبون تظلون عندي بالبيت او تحبون تطلعون؟ تقول ظلوا عندي بيت يومين وبعد ذلك طلعوا. فهل معنى متأصل اولا في تراثنا كجزء من الحضارة، وبنفس الوقت اجى الاسلام اقر وبي احكام اسلامية مفصلة في اجزاء؟ اذا الله عز وجل يجير ولا يجار عليه. جه من هذا المنطلق، من هذا المنطلق انتقل مسلم ابن عقيل سلام الله عليه من دار المختار الى دار هاني بن عروة. لانه مبدئيا مسلم لما دخل الى الكوفة وين نزل؟ نزل مبدئيا في دار المختار ابن ابي عبيد. المختار رضوان الله عليه سوى بينه وبين مسلم ابن عقيل لون من التواطؤ. شنو هو التواطؤ؟ اني انا اطلع لي برا اجمع بعض الانصار واهيئ بعض الاسلحه واكون خارج بعيد عن العيون، يعني تعاهد واحد عاهد الاخر على ان ينهض في يوم معين، ان يوم النهضه هو اليوم الفلاني، حددوا يوم للخروج. فطلع المختار وين راح؟ راح الى الحطوانيه. الحطوانية بابل، قرية عنده في بابل، نزل بها هناك. وبمجرد أن دخل عبيد الله ابن زياد، اجى من البصرة إلى الكوفة ودخل إلى قصر الإمارة، أحس مسلم سلام الله عليه أن القضية أخطر من البقاء في هذه الدار، لابد يكون في مكان بحمى. وين وصل؟ وصل إلى دار هاني ابن عروة هناك، وهاني أجاره وضعه في جواره. هاني كان شيخ مراد، يقول عنه المؤرخون كان يركب في 4000 دارع وثمانية آلاف راجل، إذا طلع 12000 بين يديه. كان الرجل غاية في العزة والمنعة. وترى أأكد لك أن المسألة إنما سيجينا خلال البحث،
ترى المسألة إنما صارت بالشكل اللي وصلت إليه لأن فوجئوا بأخذ هان بن عروة. يعني إنما فشلت النهضة مو مسألة خذلان، لا لا لا، مو مسألة خذلان، وإنما لأن وقت النهضة ما تحدد، ما صار، يعني طلع مسلم قبل الموعد المعين، اضطرت الظروف لذلك. بس خل أنقل لك الصورة، لما انتقل إلى دار هاني رضوان الله عليه، في دار هاني بمجرد أن دخل عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة ما كان يسعى يتخلف عن زيارة هاني أبدا، لأن هاني كان شيخ المصر، عين المصر. هاني ما يسع عبيد الله ولا غير عبيد الله أن يدير وجهه عنه. فإجا قالوا له ترى هو عند شريك ابن الحارث، وشريك كان أثير عندهم إلى مكانة. قالوا له شريك مريض ونازل بدار هاني. قالوا المسألة بها شيئين، هم أروح إلى هاني أجدد به عهد، وهم أعود. هذا مسلم كان وين؟ في داخل دار هاني. يتساءلون المؤرخين يقولون ليش مسلم ما اخترط سيفه وضرب عنق عبيد الله ابن زياد وكان موت الأمر بمهده، كان سكته بمهده. هذول الواقع أكو بعض الكتاب يكتب من منطلقه، يكتب يعني كأنما يكتب عن نفسه، كأنما يكتب عن شخص ما القرن العشرين. لا، دخل ألفت نظرك، خل أبين لك الأسباب شنو هي. السبب الأول، مسلم كان إيده على قائم سيفه، زين، وهاني يقرأ هالأبيات: ما الانتظار بسلمى أن تحييها، كأس المنية بالتعجيل تسقيها، هل شربة عذبة أسقى على ظمأ، وإن تلفت وكانت ميتتي فيها، فإن أحست سليمى منك داهية فلست تأمن يوما من دواهيها. أبياته ومسلم يسمعها للأبيات، بس ما طلع. تدري ليش ما طلع؟ أولا مسلم كان يشوف هيك طلعة عار، هيك قتلة كان يعتبرها عار. أنا أجي لي إلى واحد قاعد لبيت واحد وأجي لي من وراء غيلة وأقتله، هاي مو من شيم أهل البيت. ودخل أوضح لك شلون، خلي أضرب لك بعض الأمثلة. واقعة الجمل راحت بها عشرات الآلاف من القتلى، عشرات الآلاف. ومن اللي أجج واقعة الجمل؟ ترى واقعة الجمل أججوها أشخاص، وأبرز العناصر اللي لعبوا دور غير مشرف في واقعة الجمل منه مروان، مروان وجماعة مروان. زين، انتهت الواقعة. لما انتهت الواقعة وخلصت، وإجا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يمشي ما بين جثث الضحايا، عشرات الآلاف من القتلى، بعض الأجساد كانت تضطرب بدمائها، جو عاطفي مشحون مكهرب. ومع ذلك إجا الإمام المن يعود عائشة، إجا ليها يعودها، إجا ليها يتفقد الدار اللي هي نازلة بيها، يشوفها دار ملائمة لو مو ملائمة. وين تلقى هالعنصر هذا؟ فد نفس كبيرة عجيبة هذا الرجل، يعني فد نفس عالية أبدا، يعني نفس الواقع تسمو سموا لا حدود له. وإلا أرجوك، الواحد اللي يملك غضبه في مثل هالحالة ويملك مشاعره، هذا الواقع هو العبقري. شو يقول له واحد من شعراء الواقعة؟ يقول له: حتى إذا دارت رحى بغيهم عليهم، وسبق السيف العذل، عادوا بمجد ماجد معود للصف، حمال لهم على العلل، أطت بهم أرحامهم، فلم يطع ثائرة الغيظ ولم يشفي الغلل. فعلا كان هذا وفوق هذا. نتيجة طب إلى الدار يريد يعودها، أكو حجرة مدخل البيت، منو بها الحجرة؟ عبد الله بن الزبير، الوليد ابن عقبة ابن أبي معير، مروان ابن الحكم، هالنماذج المشرفة هاي.
كلها موجودة هناك. طب تلقت واحدة من النساء قالت له يا قاتل الأحبة أيتمت ولدنا أيتم الله ولدك؟ قالها لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة. قال أنا أندلهم وأعرف ذولا شنو هم، والآن بذبال الشيف أتناولهم. أرجوك يعني علينا يا طالب، ما كان يدري أن ذولا ايش راح يشوون؟ ما كان يدري عبد الله بن الزبير راح يحبش ابنه محمد ويا جماعته بالشعب ويحط الحطب داير ما دايرهم يريد يحرقهم بالنار لو ما يلحق عليهم المختار؟ كان أحرقهم هنا. نعم كان أحرق. ما كان يدري أن مروان كان ياخذ راس ابن الحسين ويضربه بالعود بالله ويقول له لقد كنت حسن الثغر يا حسين؟ ما كان يعرف شو راح يسوي الوليد ابن كل من يدري به الإمام علي. لكن الإمام علي شوف من الجبن أن واحد قاعد يرجف ضام روحه بغرفة يجي لي علي طالب يقتله، لا علي طالب أرفع من هذا، يقتل من يواجهه بالساح، اللي يقابله بالساحة يقابله، أما واحد من هالنوع سيف يترفع عن أن ينزل إلى مواطن الخشة والجبن. مثل آخر أضرب لك، القواد اللي كانوا ويا إبراهيم أحمر العينين ابن عبد الله ابن الحسن، إبراهيم كان بالكوفة وإجت جيوش المنصور كلها بالكوفة كانت، وإجا إبراهيم بجيشه طوق الكوفة وإجوا لي القواد قالوا له تفضل هاي الخطة اللي بين أيدينا، الآن احنا نطيك الكوفة بعد ربع ساعة، بعد ربع ساعة نحتلها إلك وجميع من فيها نعم نقضي عليه. قالهم لا أبدا، هجمة على الكوفة ما تصير. قالوا له لماذا؟ قالهم أكو طفل، أكو امرأة، أكو رجل أعزل، أكو واحد بعيد من أهل من العباد، قلتوا ذولا راح يرحون تحت حوافر الخيل، ذولا راح يرحون تحت أرجلكم، مو من النبل في شيء أنكم تهجمون على دار من هالنوع أبدا. قالوا له نخسر المعركة، قال لهم وإن أدى الأمر لكن نربح المبدأ، نخسر المعركة لكن نربح الموقف، نربح المبادئ. يا أخي هذا الشيء من ذولا هاي أخلاقهم. وكان واحد قد أنا أعترف لك أن إتشي خلق ويا بعض المستنقعات ما ينفع، أنا أقول لك صحيح إتشي خلق ما لكنه خوف ما أقدر أنا أغير العلم طالب، أقول له أملي عليك غير خلقك. شي يقول؟ يقول قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله فيدعها رأي العين، وحاجز من النبل أيضا. مسلم كذلك كان بيسعى يخترط حسامه ويضرب عنقه، مسلم كان يرى أن المعركة قريبة، وإذا صارت قريبة وين راح يفلت؟ هذا ما يفلت، هو تحت يده. على كل حال شاءت الأقدار غير هذا. دو استجار ببيت هاني، واللي غير المعادلة شنو؟ اللي غير المعادلة مهران خادم ابن زياد، لما سمع هاني يقرأ الأبيات، لما مع شريك يقرأ الأبيات وهاني أو هاني على روايتين، فقال عبد عبيد الله ابن زياد إن القوم يأتمرون بك، ايش عندك قاعد؟ قوم طلعها طلعها رجعها إلى القصر. هل عاد ود ورهاني، أحضر هاني ودارت بينه وبين هاني مناقشة طويلة، قال له والله لن تبرح حتى تأتيني بمسلم. قال له أأتيك بجاري، أأتيك بجاري وبرسول ابن رسول الله؟ إن في ذلك الخزي والعار علي وعلى أهلي، والله لو كانت رجلي على طفل من أطفال آل محمد لم أرفعها ولو قطعت. قال إذن تقتل؟ قال والله إذن تكثر البارقة حول بيتك أو حول دارك. قال واله فاه عليك، أبي البارقة تخوفني؟ ادنوه إلي. أخذ لشوط واستعرض وجه هاني، أخذ يضربه حتى تنافر لحم خده وانكسر أنفه. مد هاني يده إلى شرطي إلى جانبه نازعه السيف، ما استطاع يحصل على السيف. تكاثروا عليه، قلهم خذوه
ألقوه في داخل بيت احتبشوه وتركوه، ووصل الخبر إلى مسلم. هذا هو اللي خلاه يعجل بالنهضة، ولذلك اللي اجوا بعد ذلك ما لحقوا على التحرك أبدا. المختار اجى، عبد الله بن الحارث اجى، يحملون ألوية حمراء بعضهم وألوية خضراء البعض الآخر، وأرادوا ملأوا الساحة، لكن شافوا الأمر كله قبل خروج مسلم. اجوا بعدهم، خروج مسلم قبل هذه الأحداث صار، يعني استبق المعركة، استبق الموعد المحدد. فطلع، اضطر أن يخرج من بعد أن علم، جاء الخبر هو بالمسجد يصلي، طلع يقولون المؤرخين ووراءه 30، دار في زقاق تلفت فلم يجد أحدا يدله على الطريق. وجد امرأة واقفة بباب دارها، قال: أمة الله اشقيني ماء. دخلت إلى داخل الدار، أخرجت له ماء، تناول الماء شرب ورجعت بالأناء، خرجت وجدته جالس، قالت: ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: إذن ما وقوفك على باب داري؟ إني لا أحل لك ذلك. كررت عليه، شكت مرة أو مرتين، بالثالثة قالها: هل لك في معروف تصنعينه معي ولعلي مكافئك بعد هذا اليوم؟ قالت: وما ذاك؟ قال: أنا مسلم ابن عقيل، بعد هؤلاء القوم عني وخدعوني. قالت: أنت مسلم؟ قال: بلى. قالت: على الرحب والسعة. افترشت له في داخل الدار وقالت: ادخل. عرضت عليه الطعام والشراب، أبى. قال: احضري لي ماء. توضأ ثم لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى انبلج عمود الفجر. أقبلت إليه، قالت: سيدي، ما رأيتك رقدت منذ البارحة. قال: بلى، رقدت، فرأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول: إنك صائر إلينا عن قريب، وأظن أن هذا آخر أيامي من الدنيا. بينما هي تكلمه ويكلمها، دخل ابنها، رآها تكثر الدخول، ألح عليها، أخذت عليه المواثيق وأخبرت. ذهب إلى ابن زياد، أخبره، لم يلبث أن جاء ومعه 300 من الفرسان، اقتحموا عليه الدار. أخذ مسلم سيفه وداد أولئك القوم عن الدار إلى الخارج وهو يرتجز: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، رد شعاع النفس فاستقرا، أخاف أن أخدع أو أغرى. وطوع واقف إلى جانب الدار تقول: مولاي، جاءك القوم عن يمينك، جاءك القوم عن شمالك، وهو يقاتل قتال الأبطال. أرسل محمد بن الأشعث إلى عبيد الله أن مدني بالخيل والرجال. أقال: ويحك، أرسلتك إلى واحد فقتل منكم هذه المقتلة، كيف لو أرسلتك إلى من هو أشد منه باشا؟ قال: لعلك أرسلتني إلى جرمقان من جرامقة الحيرة. ويحك، إن هذا سيف من سيوف بني هاشم. فتكاثر عليه القوم، رموه بأطنان القصب يشعلون بها النار، وقذفوه بالحجارة، ورشقوه بالسهام، وطعنوه بالرماح حتى ضعف عن القتال، استند إلى الحائط ودمعت عيناه. دنا إليه محمد بن الأشعث
قال يا مسلم إن الذي يطلب مثل ما تطلب لا يبكي إذا نزل به مثل ما نزل بك. قال ويحك، أو تظن أني لنفسي بكيت؟ لا والله، وإن كنت لا أحب لها تلفا طرفة أبدا، ولكن أبكي لأهلها المقبلين، أبكي لحسين ولحسين. وبالفعل في لحظات الأخيرة ما نسي الحسين ولا نساه الحسين، لما أدخل على عبيد الله بن زياد ودار بينه وبين عبيد الله ذلك الحوار، صاح عبيد الله: أين الذي ضرب مسلم رأسه بالسيف؟ فجيء إليه ببكر ابن حمران، قال: خذه وخذ ثارك منه وتولى قتله بيدك. صعد به إلى أعلى القصر وهو يسبح الله ويقدسه إلى أن صار في أعلى القصر. قال: ويحك، امهني حتى أصلي ركعتين. صلى ركعتين ثم أدار وجهه إلى جهة الحسين، صاح: السلام عليك أبا عبد الله، إن ابن عمك أسير بين أيدي القوم، لا يدري أيبيت أم لا. قدمه عند ذلك بكر بن حمران، ضربه ضربة لم تعمل شيئا. قال: وما في خدشة مني وفاء لدمك أيها العبد. قال: وفخر عند الموت. ضربه الضربة الثانية، سقط رأسه إلى الأرض، وأخذ جسده رماه من أعلى القصر إلى الأرض. المقدر قضى وشاعة أخبار، رماه القوم من قصر الأمارة. كان الحسين بجرود جالس بين آل عقيل، قام قائما على قدمه، قال: وعليك السلام يا غريب كوفان. قام من فوره إلى خيمة النساء، صاح: أخي زينب، أخرجي لي حميدة ابنة مسلم. أخرجت الطفل إليه وضعها بحجره، جعل يمسح على رأسها، رفعت رأسها، قالت: عم، أراك تصنع بي صنع اليتامى، لعله استشهد والدي. قال: بني، عظم الله لك الأجر بأبيك. تقل: يا عم أبوي وانا من زمان ما بينت